عهدنا انا وياه ان هيكون في بيننا علاقه جنسيه. نعم. اذا المجتمع لا يمنع ذلك فهذا لا يوجد اي زنا. الله. الله يا اخي روح الله يرحم والديك. اذا المجتمع يقبل ذلك. يعني اذا المجتمع يمنع ذلك يبقى انتهت القصه. لا يا يا سيدي ده مو على كيفي وعلى كيفك. حالي حالي رضائي. اسمع بعض ولك اليمين وحالي رضائيه. يعني بسمح لي بقول لك تسمح لي لانه هناك الفقهاء يحبون الإكراه دائما، أينما يوجد الإكراه فالفقه موجود مع الأسف. ملك اليمين عند الفقهاء الرق، الإمرأة تؤخذ في الرق في الإكراه وتنزل إلى سوق النخاس في الإكراه وتعرض في الإكراه ويستشرى في الإكراه ويأخذها إلى البيت ويعاشرها بالإكراه، ثم يقول أستاذ الفقهاء بعد خمسة إكراهات يقولون هذا حلال، يقولون هذا. وإذا حصل توافق بين الرجل وامرأة طوعا وامرأة غير متزوجة يقولون هذا حرام. هذا بدي سادة فقهاء منهم شرح لهذا الامر. طب تاني يا دكتور شحرور. تاني لو رجل وامرأة عند الفقهاء الاكراه هو الحلال. جميل. خليني بس نرد بس عشان نوضح للناس. ملك اليمين يعني لو رجل وامرأة توافقا على ان هيبقى في بينهم علاقة جنسية. اذا كانت غير متزوجة. اذا كانت غير متزوجة. طبعا. حلال. طبعا. وابوها؟ طبعا طبعا طبعا. وابوها طبعا طبعا. هي تابعة للأعراف سوفيت. يعني هلا بفرنسا امرأة هناك ايش مشترك بين الرجل وامرأة؟ المجتمع يعلم واهلها يعلمون وهي تعلم واهله يعلمون. طب انا حوسع لك الحكاية شوية. العلاقة بين في بلد عربي حلال. في بلد عربي حوسع لك شوية. المجتمع يعلم. لو واحد وواحدة واهلها عارفين وراضين الناس دي تبقى على علاقه بدون ما يسمى الزواج الشرعي ده ما في هذه الحاله في حالتين فقط. الحاله الاولى اذا كانت متزوجه بس، والحاله الثانيه العاديه يعني اذا كانت في الحديقه يعني. وابوها في الحديقه؟ قلت لك اذا كان المجتمع يعلم. ابوها ما دام متوافق. هذا المجتمع يعلم وابوها متوافق. يا اخي عم بقول لك انا قلت لك اي حاله اجتماعيه صارت. قول كم يعني العيش المشترك في اوروبا بين الرجل وامرأة. لا يا فندم يعلم. خلينا برا اوروبا، انا بتكلم على الاسلام والمسلمين. يا اخي الاسلام هو حالة تعاشر. انت عم تحكي على عروبة ما عم تحكي على اسلام. لا. عم تحكي على عادات عربية ما عم تحكي على اسلام. لا بتكلم على المجتمع الاسلامي يا فندم. طيب بلاش العروبة. انت عم تتكلم على المجتمع العربي هلا. لا بتكلم على المجتمع الاسلامي. المجتمع الاسلامي اي رجل وامرأة توافقا واذا كانت ما في شفاح بحيث ثم بينهما اذا كان صار علنا فهو زنا، اذا كانت غير متزوجة فهو ليس بزنا. كلام فول ستوب. ده وده فوق الاربعة ما لها علاقة. هي بعد الاربعة لك في ملك يمين 100. عبد الرحمن بن نفحة كان عنده 90 ملك يمين. 90 عنده. يعني رقم غير مفتوح طبعا، بس على اساس ما يكون في سفاح. ما فيش سفاح. لا ابدا. ما فيش حمل يعني. لا سفاح. يعني ملك يعني شرك ما في شراكة. يعني يجي هو وصاحبه. تاني يا دكتور شحرور يعني. نعم. ملك اليمين الذي يتم باتفاق بين الرجل والمرأة بدون أجر. بدون صك. الصك يا أخي هذا عرف اجتماعي. نعم. الصك عرف اجتماعي. الصك عرف اجتماعي. طبعا هذا قانون صار. يعني لو كتبت إقرار بأنها موافقة على هذا ما حدش له عندنا حاجة. ما حدش له دعوة. ومش حرام. إطلاقا. طب معلش يا فندم ممكن أطلب حاجة طلب؟ نعم. الاسانيد اديني قران وسنه. بك ما في القران. الزنا بده 4 شهود والزنا عم يقول لك اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين. غير مسافحين ولا متخذي اقدان. يا دكتور شعرور ده للاثبات. ثاني يا فندم مش عاوزين اسانيد حضرتك. يا اخي شارح ملك اليمين في المصحف. اربع شهود دوت لو عاوزين نثبت الزنا. ما مش عاوزين نثبت. انا بقول لك الزنا هو ايه بقى؟ عشان بس نتعلمه بأجر ونستفيد. الزنا هو عشة امرأة متزوجة. واحد. العشرة ولو غير متزوجة العلنية. السر يعني. العلنية. انه يجهروا بالعملية امام الناس. انما لو في بيتنا دارفور. لو في بيت مش زنا. اذا كان في الاتفاق وغير متزوجة. وغير متزوجة. وغير متزوجة. طالبة موظفة معرفة. غير متزوجة. غير متزوجة. واضح كلامي. واضح غير متزوجة. اذا متزوجة صار كفاح. وبأجر او بدون اجر. بيصير. وبأجر او بدون اجر. هذا اتفاق بينهم. اذا كان هو برها
فهي ملك يمينه، واذا هي برته فهو ملك يمينها. طب لو يعني حصل حمل إلا ده، لو حصل حمل نقول ايه؟ حصل مثل زواج على الاتفاق، مثل زواج المسيار في السعوديه، اتفقوا انه اذا حصل حمل بنتكلم عن الزنا. هذا لك حد بنتكلم عن الزنا. لك يا اخي هذا عم اقول لك انا، هذا مو زواج يا استاذنا يا عالمنا الفاضل. احنا بنتكلم لو حصل حمل من الزنا اللي احنا قلنا في البيت محدش شايف واتفاق بين اتنين ومحدش معرفش الى اخر الشروط اللي انت قلتها لنا دي، يبقى ده ذنبها بقى. يبقى ده ايه؟ ده ذنبها انه هي وافقت على كده. يعني نقول لها ايه لو حصل حمل؟ ارمي الواد ده في الباسكت. ده ذنبها بقول، ده ذنبها في هذا ذنبها. أم يعني عم اقول لك انا 80% من النكاحات التي تحصل في الكره الارضيه، في الكره الارضيه حلال 80%. طب حلال. سؤال يا فندم تاني من القران والسنه الاسانيد. هذا كله من القران جايبه. ايوه يا فندم. اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافعين ولم يستطع منكم طولا ان نكح المحصنات المؤمنات غير مسافعين فبارك ايمانكم فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا ان نكح المحصنات. يعني ايه متخذات اخدان يا دكتور شحرور؟ اخدان يعني ايه؟ لك هي الحاله تبع ملك اليمين انه في عندك حالتين. انه ما يتخذهاش، ما فيش اللهم صل على النبي، ما فيش سفاح. السفاح واضح، مره بيقول محصنين غير مسافحين ومره بيقول محصنات غير مسافحات، لانه ملك اليمين للمراه وللرجل. يعني ايه اخدان يا دكتور شحرور؟ نعم اخدان يعني ايه؟ هي عم اقول لك محصنات غير مسلمين غير ولا متخذي اخدان، يعني دي مش صاحبته، يعني بده يحترمها كمان. يعني عم يعطي علاقه بين رجل وامراه غير علاقة الزواج، غير علاقة الزواج. الزوجة هي صهر ونسب وأسرة، الزوجة هي صهر ونسب وأسرة. الشروط التي لا تنطبق عليها فهي ملك اليمين، واضح تماما، ما في غير على حالتين. دكتور محمد شحرور بنشكرك على هذه المداخلة، شكرا ليك. أهلا وسهلا.